يسعد أوقاتكم. معظم الأشخاص يلي وصلوا على هولندا حاولوا يقدموا على شهادة القيادة النظري أو يلي هي تيوري. إذا كان بدك تحصل على هالشهادة فحأشرح لك بهالفيديو عن طريقة الدراسة الفعالة لتنجح بامتحان تيوري. الطريقة الأولى هي الدراسة الذاتية، وبتكون عن طريق موقع طموحات أو باقات طموحات يلي بتتضمن كتاب إلكتروني بميزات عديدة، فيديوهات شرح وامتحانات تدريبية. لتقدر تسجل بموقع طموحات ببساطة انت لازم تتبع الخطوات التالية. رح نفتح اول شي على موقع طموحات asp-school.nl. رح نضغط على سجل كمستخدم جديد ونكتب اسمنا. إيميلنا، كلمة السر أو الباسورد، طبعا مو شرط تكون كلمة السر هي نفسها كلمة سر الإيميل، ورقم الهاتف. راح نحط رقم تليفوننا يلي هو 068-37-98-76. طبعا هذا الرقم تقدروا تتواصلوا معنا إمتى ما حبيتوا إذا كان عندكم أي استفسار أو سؤال. بعد ما نضغط على تسجيل راح يطلع لنا هالرسالة: يجب عليك تفعيل حسابك. طبعا لنفعل حسابنا نحن لازم نروح نفتح ايميلنا، نعمل تحديث للايميل. بعد ما نعمل تحديث للايميل رح يوصلنا ايميل من اسبيراتي سكول. شكرا لاستخدامك موقعنا، اضغط على الرابط بالاسفل لتفعيل حسابك. رح يطلع لنا هون تفعيل الحساب، نضغط عليها فبترجع بتنقلنا على الموقع. مجرد دخولنا للموقع بعد التسجيل رح يطلع لنا امتحان مجاني أو gratis examen. إذا ضغطنا عليه لحتى نجرب الامتحان فرح يطلع لنا اختيار لغة. بدك تختار اللغة اللي أنت بدك تجرب فيها الامتحان، سواء عربي أو إنجليزي أو لغة هولندية. رح نختار العربية هلا. للبدء في الامتحان اضغط الزر ابدأ الامتحان. بيبدأ الامتحان، تقدر تبلش أنت تحل بالأسئلة، وبس لتخلص بتحط على إنهاء الامتحان. بعد ما تنتهي من حل الامتحان رح تطلع لك هاي الصفحة يلي من خلالها أنت بتقدر تعرف الأجوبة الصحيحة يلي عندك والأجوبة الخاطئة. هالشي من خلال اللون يلي بيطلع جنب رقم السؤال. إذا كان اللون أخضر معناها أنت حلك صحيح، إذا كان اللون رمادي معناها أنت ما جاوبت على هذا السؤال، أما إذا كان اللون أحمر فمعناها أنت جاوبت ولكن بطريقة خاطئة. رح تعرض لنا هاي الصفحة الأسئلة والإجابات كلهم يلي نحن جاوبناهم بالامتحان. وقت نضغط على أي سؤال نحن بدنا إياه فرح تعرض لنا السؤال مرة تانية مع الإجابة يلي أنت جاوبتها والجواب الصحيح. هون رح يكون الجواب الصحيح مع الشرح لتعرف ليش نحن اخترنا هذا الجواب. لما تضغط على خلف رح يرجعك على صفحة النتائج يلي رح يكون فيها نتيجة امتحانك. نرجع للباقات. طبعا الباقات نحن عنا 3 باقات: باقة 7 أيام، باقة 20 يوم، وباقة 30 يوم. بنصحكم دائما بباقة 30 يوم لأنه المعلومات كثيرة والامتحانات تتضمن أكثر من 1500 سؤال. طبعا عدد الامتحانات او عدد المرات يلي بتقدر تتدرب فيها على الامتحانات هو عدد مفتوح، يعني فيك تتدرب قد ما بدك. الموضوع ما نو تجاري ابدا، هدفنا انك تقدر تنجح وتجتاز الامتحان. طبعا تقدر تشتري الباقة من خلال الضغط عليها، تختار اللغة يلي بدك تتدرب فيها، وبعدها تختار طريقة الدفع. طبعا بعد تفعيل الباقة رح تطلع لك رسالة: لديك رصيد ويمكنك البدء بالتدريب. رح تنزل على الدروس، بكل درس رح يطلع لك مجموعة مهام انت لازم تدرسهم. الدرس الاول رح نضغط على ابدأ الان ونشوف المهام يلي موجودة فيه. المهمة الاولى هي رح تكون فيديو، انت بتحضر الفيديو لتعرف شرح اكثر عن الشيء الموجود ضمن الفيديو أو عن الدرس الأول اللي هو مستخدمي الطريق. المهمة الثانية هي الكتاب يلي هو فيه ميزات عديدة،
رح نشوفها مع بعض. أول شي عنا كتاب مستخدمي الطريق، نقدر نقلب بصفحات الكتاب من خلال الأسهم الموجودة على أطراف الصفحة أو من خلال الأسهم الموجودة بالأعلى. طبعا هدول السهمين بياخدونا لأول الصفحة، للصفحة عفوا اللي قبل والصفحة اللي بعد، والأسهم يلي في جنبها خط هي بتاخدنا لبداية ونهاية الكتاب. وفي عنا الرمز يلي مكتوب بقلبه رقم واحد يلي هو بيعرض لنا الكتاب عن طريق صفحة صفحة ليكون أوضح. بهي الطريقة انت بتقدر تستعرض الصور بشكل أوضح والكتابة كمان بشكل أوضح. لحتى نرجع عن صفحتين نضغط على هذا الرمز. هلأ في حال انت كان مو جاي على بالك تقرأ أو ما بدك تدرس، فانت ممكن تخلي الروبوت يساعدك. كيف؟ عن طريق الضغط على هذا الزر الروبوت ممكن انه هو يقرأ عنك. أنواع مستخدمي الطريق، أو ممكن تضغط على مكبر الصوت الموجود هون لحتى يقرأ لك الروبوت الصفحة كاملة. أنواع مستخدمي الطريق، ينقسم مستخدمي الطريق إلى قسمين، من المهم جدا معرفة كل مستخدم إلى أي نوع. شو كمان ممكن يساعدني الروبوت؟ في حال أنا بدي ترجم هاي الكلمة للغة تانية سواء انجليزي او هولندي، ممكن اضغط عليها ضغطتين فالروبوت بترجم لي اياها. او نضغط على هذا الرمز الموجود هون فهو بترجم لنا جملة كاملة وممكن يقرأ لنا اياها. طبعا لحتى تقدر تدرس باللغتين انت لازم تكون مفعل باقتين، كل باقة بلغة. مثلا انت بتقدر تفعل باقة باللغة الانجليزية وباقة باللغة الهولندية، او باقة باللغة العربية وباقة باللغة الهولندية. انت هيك بتستفاد بانك بتقدر تدرس باللغتين وبتقوي اللغة الثانية عندك. اذا بدك ترجع للدروس فانت بامكانك تضغط على الرمز الموجود هون او تضغط على الدروس او على الكتب. واذا بدك تبدل اللغة فانت بتقدر تضغط على اسمك بأعلى الشاشة لتطلع لك هاي الصفحة. هاي الصفحة فيها معلومات حسابك، اسمك، ايميلك، اذا ايميلك مفعل، رقم تليفونك وكل المعلومات يلي انت مفعلها عندك. وفي عندك لغة الدراسة، فيك تختار اللغة العربية ليطلع الكتاب بالعربي، وبعدها اللغة المساعدة او اللغة اللي انت شاري الباقة الثانية فيها سواء انجليزي او هولندي. أو إذا بدك تدرس باللغة الهولندي وتحط الترجمة للعربي فتختار لغة الدراسة هولندي واللغة المساعدة هي اللغة العربية. طبعا لنرجع للدروس نضغط على كلمة الدروس. لحتى نستعرض باقي المهام الموجودة عنا رح نحط مرة تانية على ابدأ الآن. طبعا انت لما تفعل باقتين كل واحدة لغة، فانت لما توصل لعند المهمة الاولى يلي هي فيها الفيديوهات فانت رح يطلع لك فيديوهين، فيديو باللغة العربية وفيديو باللغة الثانية يلي اخترتها. بالنهاية في عنا المهمة الثالثة يلي هي سؤال بياخدك على الفيسبوك، على صفحتنا على الفيسبوك او على الجروب، لتقدر تحل سؤال من الاسئلة الموجودين على الجروب. طبعا بنصحك تفوت على الجروب لانه في نقاشات واسئلة محلولة بتلاقي اجوبتها من خلال المنشورات الموجودة ضمن الجروب. انت لازم تكمل جميع المهام الموجودة هون لحتى توصل لعند انتهى الدرس الاول او انتهى الدرس الثاني على حسب الدرس اللي انت بتكون عم تدرسه. بتقدر تنتقل للامتحانات من خلال الضغط على كلمة الامتحانات واللغة اللي انت مفعل الباقة فيها وتدرس من الامتحانات الموجودين. طبعا مثل ما نوهنا من قبل انت بتقدر تعيد الامتحانات بعدد غير محدود، يعني انت فيك تتدرب قد ما بدك لحتى تحفظ وتفهم الاسئلة كثير منيح.
بعد ما انتهينا من الطريقة الأولى للدراسة اللي هي كانت الدراسة الذاتية، ننتقل للطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي الدراسة عن طريق الكورسات. كمان فيك تسجل كورس بطموحات حسب الوقت يلي بيناسبك. موجود عنا كورسات صباحية ومسائية. الكورس عم يكون مباشر مع الأستاذ سومر، بحيث أنك تقدر تناقش بالأفكار وتطرح حالات أكثر ليكون الموضوع أوضح بالنسبة لإلك. رح يكون الدرس على برنامج زوم، يعني في طلاب تحضر الكورس بالبيت أو بالقطار، وهذا الشيء رح يوفر عليك وقت المواصلات وتكاليفها. هلأ في ناس ممكن تقول أنه أنا ما بعرف بقصص الكمبيوتر والموبايل والتكنولوجيا، فما رح أعرف فوت على درس الأونلاين. هون جوابنا إلك، إذا حضرتك أو حضرتك ما بتعرفه ففريق طموحات بيعرف، حكينا ونحن منساعدك بكل الأمور التقنية. إذا بدك تستفسر أكثر أو تعرف معلومات أكثر، تقدر تتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم يلي رح يطلع عندكم على الشاشة، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك طموحات أسبيراتيز، ورح نجاوبك بكل سرور. كنت معكم أنا آلاء عبسي من شركة طموحات. شكرا لكم، باي باي.